إذا أردت أن تصبح عبقري زمانك في الرياضيات فذلك ممكن، وإذا أردت إجراء العمليات الحسابية المعقدة في ثوان قليلة فذلك ممكن أيضا. And six times a billion is... 6 billion? Nailed it. عبقري الرياضيات مركز يحول الصغار إلى عباقرة الرياضيات، يملكون مهارات وقدرات تمكنهم من التعامل مع هذا العلم ببساطة. كنت أنا ضيف في الرياضيات، بعدين يوم دخلت مركز عبقري الرياضيات استويت أسرع. هذا ساعدني في المدرسة، صرت أحسب بالعمليات بسرعة أكبر من السابق، وقد يتفاجأ بعض الطلاب ويسألوني فأحكي لهم أني دخلت مركز عبقري الرياضيات. And 54 is a 45 more than what is the answer, Marta? 9. No, it's 8. 74. No, it's 9. بداية الأسلوب كانت مع مدير المركز محسن الإسماعيلي. برنامج عبقري الرياضيات هو أساس البرنامج صيني مطبق في الصين وفي ماليزيا. أخذنا الفكرة نحن باستخدام طبعا الإعداد الصيني. عملية الحساب إنه في البداية نعلم الطالب كيف يحسب الخانتين الأولى الأحاد والعشرات، فيبدأ يحسب 1 2 3 4 بعدين هذه بروحها 5، ف 5 و 1 تجي 6 7 8 9 بهذه الطريقة. نفس الشيء في العشرات 10 20 30 40 هذه بروحها 50 بعدين 50 و 10 تجي 60 70 80 90، فعندك هذه ال 90 وهذه ال 99. طبعا هذه بتكون 900 وانت ماشيه بهذه الطريقه. اوكي ريدي 421. العداد الذي يعلم الاطفال مواقع القيمه العدديه يجعلهم يقبلون على هذه الماده باسلوب مرح. طبعا بعد ما يقدر الطالب يعد في العداد في العمودين تقريبا بعد شهر ونص يقدر يستغني عن العداد ويتخيل العداد ويحل مسائل ويطلع الناتج. 41 22 55. فائدة هذا النظام ليست فقط التفوق في الرياضيات، بل يكتسب فيها الطالب العديد من المواهب المنهجية. 38 61 55. طبعا الطالب يستفيد بشكل خاص في مادة الرياضيات او في الحساب، سواء عمليات الجمع الطرح الضرب والقسمة، ونفس الوقت يستفيد في المواد الأخرى لأنه ينشط عمليات الذاكرة عند الطالب، فتخلي الطالب عنده قدرة في التركيز. إذا المشاهدين دعونا نتشارك نحن وطلاب في حل المسألة الحسابية التالية. 1386 57 answer 42. إذن الطلاب استطاعوا حل المسألة الحسابية في أقل من 3 ثواني، وأنا متأكدة أنكم لن تستطيعوا حل المسألة بنفس السرعة حتى لو استخدمتم الآلة الحاسبة. من مركز عبقري الرياضيات في سلطنة عمان، هبة صنع الله، العربية.